أيها السادة والسيدات، السلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من ملعب سان يترمان في مدينة تطوان لمتابعة مباراة الجولة العاشرة. يساعد ياسين الضميري ومع حكم الفار والأفار في مباراة هذه الأمسية الذي يلعب مباراة أخرى كرسمي رفقة النسور الخضر. تنطلق المباراة يا سادة من أقدام اللاعبين في انتظار التأكد من كل الأسماء الحاضرة في مباراة المغرب التتواني ورجاء الرياضي. اللاعب سابق لرجاء تلقى تكوينه في نادي رجاء الرياضي. استلم الكرة من عرسي بن أطراف ريمان، تتحول لبولكسوت، بولكسوت يتوغل، بولكسوت يبحث عن الحلول، إمكانية لزريدة، نحو بولكسوت بن أطراف الأيمن، إمكانية لهدف أول في هذه المباراة، وتتحول ضربة زاوية. هذا اختيار اول لنقل الخطوره من الطرف الايمن. بولكسوت زريده، زريده في تايمينغ ممتاز جدا، يلعب كره في القائمه الاول وامام حارس اسمه يحيى الفيلالي لنسور الخضر في منطقه الجزاء، وتالق الحارس يحيى الفيلالي راس السوسي عبد الرحمن السوسي يلتقي بالكره بالراس، تتحول بعدما استنفذ حلول الاختيارات اللي عنده في الخط الامامي. يفضل انه يعتمد هذه المره على اللعب المباشر. حاولت استخلاص الكره من بودا، بودا من الطرف الايمن لفريق المغرب التطواني، يزيد عدديه، نقل الكره العرضيه في منطقه الجزاء، وتدخل ديادين الداودي، الداودي 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 يلعب الداودي، وتدخل من بن عمر، كره في تمس لن يعادل الاجمال التطوانية. الكرة المغرب التطواني محمد لفقي للطرف الايمن، كرة في منطقة الجزاء، وتدخل من مدافع الرجاء عبد الله خفيفي في الكرة الماضية، تدخل لإبعاد الكرة، استؤنف اللاعب ديال الدين لكن غبت المتابعة وبن عمر يتدخل. قدموا الكثير من الحلول الذي يدفع الرجاء للتحول بشكل كبير من الجهة اليسرى. هذه كرة رجوية رجوية رجوية، لمسة رجوية تمضي من امام الكل، نزل لنسور الخضر. والمباراة متوقفة لإسعاف لاعب آخر. عرسي والحكم ينهي الجولة الأولى. سيد نوفل نشيط بالتعادل السير بالصفر صفر بين المغرب التطواني والرجاء. جولة أولى متوسطة الأداء في انتظار الأفضل في ثاني جولات هذه المباراة. سفيان الرشيد يحييكم، دمتم في رعاية الله. العدد من النوادي السنغالية كان متألق في مبور بتيت كارت رفقة نادي ديومباغ، كانت له تجربة قصيرة في دوري الدرجة الثانية في البطولة الفرنسية مع نواسي. أنذاك نال فرص اللعب للمرة الأولى بخميس المنتخب السنغالي الأول، لكن تألقه كان ملفت مع نادي سيمبا التنزاني، وهو الذي رفع أسهمه في القارة الإفريقية، واليوم يلعب لنادي الرجاء كخيار للمدرب سابينتو. الرجاء عبر لبيب أوسمان ساخو، أوسمان تحول من الطرف الأيسر، أوسمان ساخو، السنغالي 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 السنغالي، والتسديد والإمكانية لبلوغ الهدف الأول في المباراة. أبرز فرص النسور في المباراة ككل مع انطلاق الجولة الثانية من قدم السنغالي أوسمان ساخو. أوسمان يلعب لزريدة، زريدة جاته في القدم اليسرى، في القدم اليسرى زريدة، زريدة من جديد يبحث عن انطلاقة السوسي. أوسمان، أوسمان من الطرف الأيسر، أوسمان للبيب، لبيب يبحث عن أوسمان في منطقة الجزاء، لكن المتابعة من دفاع النسور، كرة صابر، التمرير من صابر، كرة من الطرف الأيمن رجوية في منطقة الجزاء يا سادة، والتدخل من دفاع المغرب التطواني عبر قائد خط دفاع الشيخي بعد الكرة، ضربة زاوية لنادي الرجاء. إمكانية وفرصة والتسديدة من الطرف الأيمن، شوف شوف المتابعة، شوف المتابعة، لكن خروج أنس الزميتي قام بالتغطية، قام بالتغطية وحرم المهاجم من تسديد الكرة. رجاء يوصل قمة أداؤه مع المدرب الألماني زيباور. والدعم الجماهيري يصنع الفارق.
ولمسة من خفيفي. من جديد بولكسوت. بولكسوت من الجهة اليمنى. بولكسوت. بولكسوت يفتح الممر للتمرير والتدخل. اندفاع المرمى التطواني مرة أخرى. الرجاء ينقل الخطر من قدم ضيق. بولكسوت. بولكسوت. لفريق الرجاء لمسة من صابر بوكرين. أمكني للتسديد. أي تسديدان. كان بالإمكان أن يكون الهدف الأول للرجاء من قدم عبد الرحمن السوسي. خطا من دفاع المرمى التطواني امام تمثيلية للاعبي الرجاء صابر ومن بعد عبد الرحمن السوسي، لكن الكره بعيدا عن المرمى. كما كان الحال امام النادي المكناس يحضر اليوم كره تطوانيه الدرعي. الدرعي الكنترول من الطرف الايسر ينتظر السند لضياء الدين. ضياء الدين هل سيعاقب المرمى التطواني الرجاء على تضييع الفرص في الجوله الثانيه؟ التسديد والجول والرايه مرفوعه. التسديد والجول والرايه مرفوعه في وضع تسلل. اختيار وخيار للمرمى التطواني، لكن هدف مرفوض لاعلان الحكم عن وضع تسلل. إن الإعادة لكرة المرمى التطواني. الكرة الأولى ما كانش تسلل بالمرة. شوف الكنترول من الدرعي. الدرعي قام بالمطلوب منه. لعبها لضياء الدين. هز راسه ولعبها في منطقة الجزاء. كرة تسديدة من كمال الكمال، لكن اللاعب الآخر كان متسللا. تنقل الكرة من المغرب التطواني وتدخل مرة أخرى لأنس. كان صعب على أنس سنيتي. من سيكسر جناح من؟ من سيطير في العلالي الحمامة من النسور؟ كرة لرجاء رياضي تلعب في منطقة الجزاء وخروج يحيى. الفيلالي يدخل والحكم ينهي المباراة بالتعادل 0-0 بين المرمى التطواني والرجاء في مباراة كانت ممتعة في جولتها الثانية.